نظيرة اسم عربي مؤنث مذكره نظير، ويعني المثيل والشبيه في الشكل أو الخلق أو في طريقة الكلام أو المنظور أو المشهور أو طليعة القوم أو أفاضلهم أو طليعة الجيش. وفي علم الهيئة هو النقطة المعارضة للسمت، والنظير المناظر، والمثل والمساوي، وفلان منقطع النظير أي منفرد، ويقال هو نظير قومه أي أفضلهم وأمثلهم، وجاءت نظيرة الجيش أي طليعته. وهذا المعنى موجود بالكامل في وصف الفيديو في الأسفل، كما يمكنكم الاشتراك في صفحتي الفيسبوك والإنستغرام لقناة تصميم الأسماء، وهي موجودة في الوصف أيضاً.